هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الجالية المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. ووجه الرئيس السيسي في برقية تهنئة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجالية المصرية المسلمة المقيمين بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. كما أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بدوام التوفيق والنجاح لمصر الحبيبة والمزيد من التنمية والرقي والازدهار.